مبروك لكل جماهير النادي الاهلي تتويج النادي الاهلي باللقب الثالث على التوالي دوري المرتبط للمحترفين مع رئيس الاتحاد المصري لكره السله كابتن مجدي ابو فريخ. بقول لك مليون مبروك، نجاح البطوله الرائعه، تنظيم ولا اروع ولا اجمل، بطوله قويه جدا 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 اذا كان مرتبط او كبار. مليون مبروك على التنظيم، مليون مبروك على البطوله والنهائي اليوم الجميل ده. ربنا يخليك، مبروك للنادي الاهلي فوز بالبطوله، وعيد لك الاتحاد وسبورتنج الجزيره اللي وصل المربع. الحقيقه كل الاربع فرق مستوى متقارب جدا، ما تعرفش مين يكسب مين، لا كبير ولا صغير. فدي طبعا نجاح كبير جدا ان يبقى فيه يعني مسابقات بالقوه دي، بتفرز ان شاء الله منتخب كويس. قول يا كابتن، جماهير يعني المدرجات مالهاش طعم من غير جماهير، واحنا في اشتياق لعوده الجماهير مره اخرى للمدرجات، عاوزين نحس بالروح هي اللي بتحرك الصخ زي ما بيقول. هو طبعا الجماهير دي عصب الرياضه كلها، مش الباسكت بس، لكن دي حاجه يمكن مش بايدينا. لكن حصل اجتماع من 10 ايام مع الجهات الامنيه ومع مندوبي الانديه، واتفقنا ان شاء الله من اول دوري السوبر يبقى فيه جماهير 500 للنادي المضيف و50 دعوه للنادي الضيف، لاولياء الامور او لمجلس اداره النادي الضيف. فان شاء الله من بدايه السوبر يبقى فيه جماهير. خلاص اخيرا المدرب المنتخب هيكون اجنبي؟ 90% ان شاء الله. امتى قرار؟ لا لسه بندرس فيهات ونشوف الوضع ايه، لكن الاتجاه اتجاه اجنبي باذن الله. مليون مبروك على نجاح اليوم الجميل ده. ربنا يخليك، مبروك ليكم ثاني مره ثانيه، وبمسح على كابتن خالد العوضي وعلى ضيوفه في الاستوديو، ومبروك للنادي الاهلي. شكرا شكرا. كابتن خالد مستمر.